أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، ومباشرة إلى ضيفنا القادم المعروف بريشة وأحلى لون دائما، الفنان التشكيلي الشاب والمميز سامر عباس. أهلا بك سامر في صباح الشروق، وسعيدين جدا بك. سعيد بكم برضو، احلى لون باحلى درجه، وان شاء الله يكون صباح جميل لكل السودانيين جميلين. مرحبا بك يا سامر في قناه الشروق في صباح الشروق. الفن التشكيلي ده لفتره طويله احنا كنا مهملينه في المجتمع السوداني، يعني ما بنتعامل بحس عالي تجاه الفنانين او منتوجهم الفني يعني. لكن بيظل الفن التشكيلي ده واحد من اهم المعبرات عن الفنان او عن الثقافه، بيوثق ايضا للحياه المجتمعيه. الآن بعد التغيير، هل أنت حاسس إنه في وعي كافي تجاه الفنانين وتجاه الفن التشكيلي بمختلف أنواع النحت الرسم أو غيره يعني؟ والله متفائلين بسبب كثير. السبب الأول ما شاء الله يعني مع الناس بقت تشتغل جداريات، يبدي بده لغة بصرية قوية جدا، كون الناس في أي شارع في أي حي، المدارس تحديدا، مدارس بقت الناس بتشتغل بإحساس الجميل. أنا شايفه الفكره بقت تصل يعني كويس، ما زي الزمان، ما زي الحكومه السابقه اللي كانت اي حاجه ممنوعه، كانت الحياه صعبه، ما بتقدر ترسم، ما بتقدر تصرف. لكن الناس حاليا كسرت كل الحواجز حقتها، الحريه حقتنا يعني، ممكن نقدر نوصل فكره لون حقيقي لاي زول لكن بطريقه بسيطه، تعبر عن حياتك، تعبر عن حياتك بطريقه مختلفه جدا يعني. الحياه الثانيه متفائلين برضه، بتمناها برضه تكون في الاساس، يكون من الاساس يكون في وعي بصري يعني. تقصد المناهج انت؟ المناهج اتمنى الحكومه الجديده ذاتها تقدر تركز يعني، في ناس بيكتشفوا مواهبهم مدخره. ماده الفنون في الثانوي تخيل هي ذاتها اختياريه يعني، وللاسف الشديد للاسف الشديد هو مفترض تكون يعني انت من الاساس، من حد ممكن تقول سنه خامسه مفترض تشوف مايل لشنو، انت ممكن تغذيه، كان عنده علاقه بالموسيقى ممكن تصغفه سمعيا، فعنده علاقه يعني عامة الفنون ممكن تثقفه بفكرة توصل له الموضوع ده جميل حبه، بيقدر ينتج لك حياة كويسة جدا جدا اللي قدام، بيقدر يكتشف نفسه بدري ذاته. بدل نحن مش بعد الجامعة تلقى يقول لك يا أخي زول والله قاعد بغني يا زول 200 كلام ده يعني تتفاجئ بيهم بعدك يعني. المفترض الزول، المفترض المجتمع ذاته عامة المفترض يعني ينمي الحياة ويشجعها أكثر، ما يسيء ليها يعني مهما كانت الموهبه شكلها كيف يعني. جميل. طيب عاوزين نتكلم على المعارض بصوره عامه، مشاركاتك في المعارض المختلفه، واخر معرض كان مميز جدا من خلال الاعمال الموجوده فيه، من خلال الافكار الجديده المتواجده فيه. والله المعرض الحمد لله يعني كان في مركز ام درمان الثقافي، من هنا بدهم التحيه كلهم، اتاحوا لي فرصه حلوه جدا، ومعايا شابه كانت مشاركه اللي هي مآب كمال. احنا بنشوف جزء من الاعمال. اوكي طب يا تواصل عادي، احنا حنشوف التواصل كويس. يلا في قطع، هي مشاركه بثلاث قطع اللي هي مآب كمال الدين الشريف. دي الزوله انا شجعتها برضه معاي، خليت تخش معايا المعرض بفكره تشجيع لها اكثر، وتقدر تتواصل برضه في المجال ده. الفكره حقته ما شرط ترسم بس يعني، حاول انت من اي شيء تعمل لك شيء جميل جدا، شيء محترم يعني، ما شرط بس بالفرشه وباللون، ممكن من اي حاجه ممكن ترسم. وده بقى نوع جديد من الفنون، الحياه اللي احنا فاهمين انه احنا عاوزين نتخلص منها او نرميها كنفايات، ممكن نعمل منها لوحات يعني، ممكن تستفيد منها بجوانب كثيره جدا. في شغل بالجبنه، في شغل بحديد يعني، وفكره ذاتها انا كان قاصد بس ده بالاركيت، نحت بالاركيت يعني، كيف تجيب الخشب توظفه بطريقه جميله جدا ومحترمه يعني. يعني انا ما اقول لك ضد الفكره حقت ترسم باللون، لكن انا خلي خيالك فاتح في اي حاجه، افتح مجالات ثانيه، افتح مجالك في اي حاجه، اي شيء جميل بقدر وظف فكرتك الجميله دي بقدر اوصل اساس لحياه كثيره جدا. شنو الجديد اللي انت كنت عامله في المعرض؟ والله المعرض يعني كان فيه شكل، الدخله كان المفروض تكون دخان، الفتح حقت المعرضات بيكون بدخان بطرق ما تعودنا عليها، دي حاجه. الحاجه الثانيه تشجيع لجيل مختلف جدا يعني، انا كنت بحتفل دائما بمعرضي بافكاري براي، لكن المره دي اشركت معك الله، اشركت معي زوله يعني، هي الزوله دي ما هي غير هي تكون معادي تشجع اكثر. انا قاعد بدي ادافع اكثر، ما انا قادر اوصل برضه جيل من جيلنا نحن، ممكن تشارك من الاجيال اللي ورا، ممكن تشارك معهم في معرض، تشجعهم، تطبطب عليهم بحقيقة الموضوع ده جميل، عشان يقدروا يواصلوا هم ذاتهم، تفتح لهم آفاق، الموضوع ما صعب، ممكن
تضيفوا فيه فكره كويسه جدا يعني. نعم. ودي حاليا المعرض والله يا اخي نقطه تحول نسبيا ليه يعني، لكن يعني جاتني منه فكره ممكن اعمل ثاني معرض بطريقه اجمل من كده، فتحت الباب لافكار كثيره. افكار كثيره جدا. طيب لما نتكلم عن الفن التشكيلي بصوره عامه، يعني احنا ما كلنا بنكون موجودين في السوشيال ميديا لفترات طويله، يعني بتبهرنا يعني اشكال الفنون اللي بيقدموها الاخرين، يعني باستخدام برضه حاجات بسيطه زي ما انت ذكرت قبل شويه، جزء من الحديد او الاسكراب سواء كان لاي حاجه. نحن في السودان ليه ما عندنا الحاجه دي بشكل موسع؟ والله عندنا لكن ما شايفينها. اوكي، الحاجه دي موجوده وفي فنانين مبالغه بالبلدي كده مبالغه جد يعني، لكن للاسف محترمين للاعلام ما مسلط عليه. لا من حقك خذ راحتك، احنا بقينا مدنيه وديمقراطيه، فاي زول ثاني في حريه التعبير يعني من غير. انا والله من هنا بناشد كل الاعلاميين يعني يدوا باب في تقصير كان الفتره الفاتت، الناس ممكن تتابع. لا بجد في مدارس حلوه، ناس في شباب اسست مدارس قريبه جدا في الارض، هم بجد ما لقوا نور او ما لقوا ضوء. انبهرنا هسه في الاعتصام القياده او يعني في حتات كثيره السودان المصغر الجداريات يعني، ما كنا حاسين والله عندنا فنانين كثار بالحجم ده. والله بلدنا معلش لكن بلدنا فيها موروث ثقافي ما عادي، فيهم تفاصيل جمال جوا. السودانيين ده عامه فيهم ابداع ما عادي. انا اتمنى برضه مناشد الدوله الجديده ذات او الحكومه اللي نحن متفائلين بها تقدر تلقى يعني نصيب الشباب ديل حياه حقيقيه ممكن تشبع رغباتهم تشبع تفاصيلهم اللي هم بيحلموا بها يعني. يعني ما شرط بس انا شايفه هو التشكيل، الفنون ده عامه تلقى فيه زود درامي، في زول تلقاه موسيقي، تلقى زول عبقري بمفاهيم مبتكر. هاي يعني انت كيف تشجع؟ يعني انا والله بس انا كسامر بحب اشجع اي زول بلقاه في حياتي بحب اشجعه، وما ما بحاول اكل حق زول يعني بالبلدي ما بقدر اخذ اكل حق زول يعني. هسه ممكن اقول لك ما لا 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 ده انا شجع ده حقه. لا ده حق يعني انا لما طبطبت عليك بيدك دار تمشي انت براك تواصل تعمل حاجه. جزء من شخصيه الفنان انه شخص رساله يعني. ايوه انت جزء من مجتمعك انت جزء من مجتمعك، انت لازم تحقق حاجه جميله يعني. نعم، احنا سعدنا بك جدا سامر عباس، سعدنا بالونس والمساهمه معك، ان شاء الله المره الجايه نكون معك في المعرض نشوف اكثر الابداع. لكن لازم تجينا برضه مره جايه ومساحه تكون شويه كده اطول يعني. اطول ونشوف كمان على الهواء، عنده قدره ما شاء الله انه يرسم بسرعه كبيره جدا. حنرسم المره الجايه لوحه على الهواء ان شاء الله. الله ان شاء الله، الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. فاصل ونواصل معكم مشاهدينا الكرام صباح الشروق.